الشكل المثلثي لعدد عقادي. إذن سبق لنا أن تعرفنا على الشكل الجبري، الآن سوف نتعرف على الشكل المثلثي. كل عدد عقادي غير منعدم يكتب على الشكل Z تساوي R عامل كوز ديتا زائد A سينوس ديتا، حيث Z كتساوي لنا المعيار ديال Z، وديتا توافق لارغيومون ديال زيد بترديد دو بي. إذن هذه الكتابة تسمى الشكل المثلثي لزيد، ونكتب. إذن كل عدد عقادي كيمكن لي نكتبو على شكل زيد كتساوي لنا ار الكوس ديال ديتا زائد اي سينوس ديال ديتا. إذن ار هي لارغيومون ديال او المعيار ديال زيد، وديتا راه هي لاغيومون ديال العدد زاد. اذا زاد يكتب على هذا الشكل ار ديتا. ناخذ شي مثال، مثلا عندنا زاد مكتوب على شكل 3 الكوس ديال بي على 2 زائد اي سينوس ديال بي على 2. إذن هذه الكتابة كيمكن لي الرمز ليها بهذا الشكل، هذا 3 اللي كتمثل لنا المعيار، و بي على 2 اللي كيمثل لنا لاغيوم. إذن غناخدو واحد التمرين تطبيقي. إذن اكتب الأعداد الآتية على الشكل المثلثي. إذن عندنا أعداد عقادية مكتوبة على الشكل الجبري، حنا غنحاولو نكتبوها على الشكل المثلثي. نبدأ بالمثال الأول. إذن زد واحد تساوي واحد على اثنان زائد جذر ثلاثة على اثنان اي. أول عملية كنقوم بها هي حساب المعيار ديال العدد العقادي زد واحد. إذن المعيار ديال زد واحد هو واحد على جوج أس اثنان زائد جذر ثلاثة على جوج أس اثنان. إذن واحد على جوج أس اثنان هي واحد على أربعة، وجذر ثلاثة على جوج كل أس اثنان إذن هي ثلاثة على أربعة. إذن واحد زائد ثلاثة أربعة على أربعة هي جذر واحد، أي تساوي لنا واحد. إذن حسبنا المعيار ولقيناه واحد. إذن زد واحد كتساوي لنا واحد على جوج زائد جذر ثلاثة على جوج. الخطوة الموالية هي هاد العدد اللي عندي، هاد الأعداد اللي عندنا هنا غنحاولو نلقاو الكوس واحد الزاوية. إذن خصني نلقى واحد الزاوية اللي الكوس ديالها كيساوي واحد على جوج، والسينوس ديالها تساوي لنا جذر ثلاثة على جوج. هنا غنستعملو بالدائرة المثلثية. إذن عندنا واحد الدائرة المثلثية، عادة هذا كيمثل الكوس، وهذا المحور تيمثل لنا السين. إذا الكوس كيساوي واحد على جوج، إذا غنمشي للنص، إذا هاد الزاوية هادي دوك حنا عندنا صفر بي على جوج. إذا دائما عندنا المنتصف وعندنا المنتصف هنا، المنتصف هذا واحد على جوج وهذا واحد على جوج. إذا واحد على جوج هنا بي على ثلاثة، وهنا بي على ستة، وفي المنتصف هنا بي على 4. اذا الزاويه اللي القوس ديالها كيساوي 1 على 2 هي الزاويه بي على 3. اذا زد واحد كتكتب على شكل كوس ديال بي على 3 زائد اي سينوس ديال بي على 3. ناخذ المثال الثاني. اذا عندنا زد 2 كيساوي 1 زائد اي. إذن أول عملية نقوم بها هي حساب المعيار ديال زد جوج. إذن هو الجذر ديال واحد مربع زائد واحد مربع، أي الجذر ديال جوج. إذن من بعد خصني نعمل بداك المعيار. إذا لقينا جذر جوج، إذن خصني نعمل بجذر جوج، يعني هاد التعبير اللي عندنا هنا كنعمل بجذر جوج. إذن شنو غيبقى لي؟ إذا عملنا بجذر جوج يعني كنقسم على جذر جوج، إذن هي واحد على جذر جوج إي.
إذن جذر جوج، إذن واحد على جذر جوج راه هي جذر جوج على جوج زائد إي جذر جوج على جوج إي. إذن دابا غنحاولو نقلبو على زاوية القوس ديالها كيساوي جذر جوج على جوج، والسينوس ديالها كيساوي لنا جذر جوج على جوج، يعني الزاوية القوس ديالها كيساوي السين ديالها. هذه الزاوية معروفة، حالة خاصة الزوايا هي الزاوية بي على 4. إذن جذر جوج القوس ديال بي على 4 زائد إي سينوس ديال بي على 4. إذن زاد جوج كتساوي، إذن المعيار هو جذر جوج والأرغيومون العمدة هو بي على 4. نمر الآن المثال الثالث. إذن عندنا زاد 3 تساوي 3 إي. نحسب المعيار. ده المعيار ديال 3 إي هو المعيار ديال 0 مربع أي 0 زائد 3 مربع أي 3. إذن هنا عندنا زاد 3 غتساوي لنا 3، كنعملو ب 3، شنو غادي يبقى ليا؟ غيبقى ليا إي، يعني صفر زائد اي، اي صفر زائد واحد اي. اذا هنا خصنا نقلب على الزاويه اللي القوس ديالها تساوي صفر والسين ديالها تساوي لنا واحد. اذا في الدائره المثلثيه دائما نستعملوا الدائره المثلثيه، عندنا القوس وعندنا السين. اذا السين كيساوي لنا واحد والقوس كيساوي صفر، يعني تكون هي الزاوية بي على جوج. إذن ثلاثة القوس ديال بي على جوج زائد إي سينوس ديال بي على جوج. إذن زد ثلاثة، ثلاثة بي على جوج. إذن هذا هو، هذه الكتابة المثلثية للعدد زد ثلاثة. إذن آخر مثال عندنا زد 4 كيساوي لنا 6 اللي هو عدد حقيقي. إذن زد 4 كتساوي 6. إذن المعيار ديال عدد حقيقي هو نفس العدد، إذن المعيار ديال 6 هو 6، لأن عندنا 6 مربع أي 6. إذن عندنا 6 عاملات، عامل بحال عندنا هنا واحد زائد صفر اي، اي خصنا نقلب على واحد الزاوية اللي الكوس ديالها كيساوي لنا واحد والسين ديالها تساوي لنا صفر. اذا هاد الزاوية هادي الى استعملنا الدائرة المثلثية غنلقاو الكوس هاد السين. اذا الكوس واحد يعني غتكون الزاوية هنا، والسين إذن والسين غيكون صفر، إذن الزاوية هي صفر. إذن زد 4 كتساوي لنا 6 الكوس ديال صفر زائد إي سينوس ديال صفر. إذن هذه الكتابة المثلثية للعدد زد 4. إذن زد 4 كيساوي لنا 6 صفر، يعني 6 هي المعيار والصفر هو لاغيومون. يعني هنا المعيار كيساوي لنا 6 والارغيومون ديال زاد 4 راه تساوي لنا صفر او يوافق صفر بترديد 2 بي.